يسعد اوقاتكم اصدقائي وين ما كنتوا عم بتشوفوني وتتابعوني. اليوم مثل كل يوم مثل ما عودتكم، اليوم عنا حلقه جديده من برنامج حكايه وحزوره. اليوم معنا حكايه جديده وحزوره جديده، وخلونا نتعرف على جواب الحزوره السابقه، واللي كان السؤال: شو في بنتين اختين خلقانين بنفس التاريخ بنفس اليوم بنفس الساعة وبنفس الشهر، ولكنهم منن توأم؟ كيف هالشي؟ أكيد لأنهم خلقانين بسنوات مختلفة. أما اليوم حكايتنا هي حكاية بائع الحكمة. بائع الحكمة بيروى إنه بقديم الزمان في والي تنكر وقرر إنه يلبس ثياب تاجر وينزل على السوق لحتى يشوفوا كيف أحوال الرعية وشو عم بيصير بالسوق. هو عم يتجول بيلفت له نظره بهالسوق في محل صغير وفاضي، ما في يعني شغلات ممكن تلفت النظر وتجيب الزبائن على هالمحل. قرر انه يفوت ويشوف شو قصة هذا المحل وشو في بقلبه. فطلع لقى في رجل عجوز تعبان وقاعد على كنبيتي ومسترخي وهزيل. فاستغرب وطلع بالمحل ما لقى فيه أي شيء إلا لوحتين معلقين. قال له: شو عم تساوي هون؟ شو بتبيع أنت؟ شو هي البضاعة تبعيتك؟ قال له: أنا البضاعة تبعيتي أغلى بضاعة بكل هالسوق وما بتتمن بثمن. استغرب الوالي وصار يضحك. قال له: شو يعني شو عم بتبيع؟ ما انا شايف المحل فاضي. قال له: انا ببيع الحكمة. استغرب اكثر، قال له: شو هالتجارة يعني انه كثير بتربح، كيف عايش منها؟ بتعيش منها؟ صار يضحك الشيخ وقال له: انا عشت كل حياتي بيع الحكمة وروحت يعني بعت كل الحكم اللي عندي وباقي عندي بس هاللوحتين. قرب الملك ونفض الغبار عن إحدى اللوحات المعلقة، طلع مكتوب خلفها أو بقلبها: فكر قبل أن تعمل. استغرب الملك وطلع سأله العجوز، قال له: إذا أنا بدي أشتريها قديه بدك فيها؟ قال له: 10,000 دينار. فرط الملك من الضحك وصار يضحك كتير واستغرب. طلع بالعجوز لقى بعده هادي وقاعد مطرحه وعنده ابتسامة خفيفة. قال له: 10,000 دينار كرمال هيدي اللوحة؟ قال له: أكيد 10,000 دينار لهالحكمة. قال له: أنا بدفع 1,000 دينار. قال له: 10,000. قال له: طب 2000، 3. ضلوا يزايد لحتى وصل ل 9,000. برضو رفض العجوز انه يبيعه هي للوالي. ظهر الوالي وهو عم بفكر انه هلا العجوز رح يلحقه ويقول له: خلص انا وافقت ورح اعطيك هي بالسعر اللي انت عرضته 9,000 دينار. ولكن هذا الشيء ما صار، ومشي الوالي ورجع العجوز لمطرحه وقعد وهو كثير مرتاح ومطمن. ضلوا الوالي يتجول بقلب السوق. هو اجى بده يعمل شغله فكر قبل ما يعملها، وقال انه اذا عملتها ممكن يكون نتائجها علي سلبيه، وصار يفكر بامور كثيره ممكن يعملها ونتائجها تضر وتضر عائلته وحشيته. رجع دغري لا ويفتش على محله للعجوز، وراح لعنده وطلب منه انه يشتري
اللوحة بالثمن اللي طلبه العجوز، يعني 10,000. قال له العجوز أنا رح بيعك هي ولكن بشرط واحد. قال له شو هو هذا الشرط؟ قال له إنك تكتب هذه العبارة بكل أرجاء القصر عندك، بكل ركن، حتى على أدواتك الخاصة وثيابك وعلى مدخل القصر. وافق الملك، دفع المصاري، أخذ اللوحة وراح فيها على القصر. بس وصل أمر الجنود إنهم يبلشوا بنحت نقش هيدي العبارة بكل أرجاء المنزل، بكل أرجاء وأركان القصر، حتى على ثيابه وأدواته الخاصة. مرقت شهرين، قرر قائد الحراس إنه يقتل الوالي. فخطط للاغتيال، عملية الاغتيال، وراح لعند حلاق الملك الخاص وقنعه إنه يكون لجانبه ويتخلصوا من الملك. وافق الحلاق. تاني يوم رايح الحلاق لعند الملك لحتى يقص له شعراته كالعادة. هو ورايح على الطريق كان خايف وملبك وعم بيفكر، عم بيقول أنا إذا قتلت الملك أنا يمكن ينكشف أمري قبل ما أقتله ويقتلني الملك، وتكون عاقبة هذا الشيء كثير سيء علي. فهو عم بيفكر هيك، بيوصل على باب القصر بيلاقي مكتوب عبارة فكر قبل أن تعمل. بيستغرب وبينقذ وبيكفي. بيدخل على القصر فبيلاقي طول الممر مكتوبة هذه العبارة وين ما كان. بيطلع على الحيطان مكتوبة، بيرفع عيونه على السقف بيلاقيها مكتوبة. آخر شيء قال بدي أنا أتخلص منها لهيدي العبارة، ما عادش بدي أشوفها. وطى نظره على الأرض، لقاها منقوشة كمان على الأرض وعلى السجاد. هون بلش يخاف أكتر ويتلبك، وصار حاسس أنه هيدي كأنه العبارة قصدته لإله. وصل على غرفة الملك دق على الباب ودخل. لما دق على الباب ودخل لقى الملك كمان لابس ثوب ومنقوش عليه هيدي العبارة فكر قبل أن تعمل. بلش هون يخاف ويكدوا العرق ويرتشفوا إيديه، وحس أنه في شيء مستقصده لإله. بعد فترة بيجي بدق الباب وبيجوا جنود حاملين الصندوق اللي فيه عدة الحلاقة اللي عادة بيحلق فيها للملك. هون خاف انه يطلع فيها وياخذها ويقوم يلاقي كمان منقوشة هذه العبارة على الأدوات الخاصة بالحلاقة. صار يكدوا العرق ويرتشفوا ايديه اكثر ويطلع بالملك، يلاقي الملك عم يطلع فيه ومرتاح. هون زاد أكثر يقينا أنه الملك حاسس عليه أو عارف بالمخطط اللي اتفق عليه هو وقائد الحراس. فصار خايف أكثر، بده يحول نظره، ما عادش يطلع فيه للملك. طلع على الميل الثاني ورفع نظره على الحيط، بتطلع له اللوحة قدامه مكتوب عليها فكر قبل أن تعمل. فهون بينهار وبيبكي وبيكون تعبان وبيحكي كل القصة للملك. هون الملك بيوقف وبيطلب من الجنود إحضار قائد الحراس وكل جنوده التابعين له، وبيأمر بسجنهم وإعدام القائد وأعفى عن الحارس، وهون أعفى عن الحلاق. وراح تاني يوم لعند العجوز لحتى يشتري من عنده حكمة تاني. سأل لقى المحل مقفل فسأل عنه، خبروه إنه توفى.
الملك هون عرف قد ايه هي قيمة هالعبارة اللي فعلا مثل ما قال عنها العجوز لا تقدر بثمن. أما حظرتنا لليوم هي بدنا نشوف مين بده يعرفها، ما هو عدد السور القرآنية التي سميت بأسماء الأنبياء؟ ما هو عدد السور القرآنية التي سميت بأسماء الأنبياء؟ اتركوا لي تعليقاتكم وأجوبتكم، وأنا بتمنى لكم أوقات سعيدة وأمسية سعيدة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.